إذا عدنا من جديد مستعدين على أتم الاستعداد. إذا الخطوات الأخيرة الآن، والقطار سيصل إلى المحطة الأخيرة ديالو. إذا خصنا كما كنا متواجدين منذ مجيء ابن موسى في 14 أكتوبر 2021 إلى الآن كما بدينا غادي ننتهوا، ولا محالة سنربح القضية ديالنا. مسألة لا تناقش. الله نديباسو بعدا. إذن بلغ إلى علمنا، قال لك ودي باقي ما شفناش أن المرسوم راه مبرمج خلال المجلس الحكومي. إذن مسألة ماشي إشكال، أن مسألة وقت. أهم حاجة هي يعني الخرجة ديال أخ النوش في مجلس النواب، وباقي ما شتهاش باش ندير. يلاه صيفطوا لي شي اخوان وباقي ما شتهاش، يعني ما تبعتش هذا يعني هذا الحصيل اللي عطاه حول التعليم. ولكن اون غروسا مودو فهي يعني التزام بجميع الاتفاقيات، اتفاق ديال 18 يناير 14 يناير، يعني اللي يؤسس لخارطة الطريق فراغمون ديال 2022-2024. ايضا الملفات التي تم التوافق حولها، الملفات العالقة، يعني الثغرات والعيوب والثقوب ديال المراسم السابقة، وفي مقدمتهم اتفاق منتصف الليل ديال 2003 من اجل المعالجة ديالها، وايضا الاتفاق ذات الاثر المالي وتجويد بعض الملفات اللي هو الاتفاق ديال 10 ديسمبر 2026. اذا كاينين 4 ابوي، اتفاق 18 يناير 2022، اتفاق 14 يناير 2023، اتفاق 10 ديسمبر 2024، واخيرا اتفاق 26 ديسمبر 2024. كما يعني استبشرنا خيرا بالنسبة للملف ديال الموقوفين، لأن تيقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، في حين تيقول لك أن كاينين بعض الحالات اللي فيها نظر، وهذه اللي فيها نظر، فتجنبا لأي احتقان أو احتجاج يجب حل هذا الملف ديال التوقيفات في شموليته. 545 خاصهم يعودوا الى الاقسام ديالهم، وانتهى الكلام. دور 120.